ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير على الخير والبركة. نحييكم في هذا اليوم، يوم السبت الموافق 21 من شهر يناير لعام 2017 للميلاد، في هذه السباقات المستمرة التي تأتينا بتعليمات ورعاية مستمرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة مستمرة من ولي العهد الأمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. على الخير والبركة مشاهدينا متابعينا الأعزاء أينما تتابعون صوتي وصورة التراث، على الخير والبركة ينطلق الشوط الأول، شوط الحول المحليات الأصائل لأبناء القبائل. الرحلة هي 8 كيلومترات، رحلة موفقة مع الخير ومع العطاء. مباشرة إلى تعداد هذه الأسماء المنطلقة، مباشرة إلى رحلة 8 الكيلومترات، مباشرة إلى هذه الشعارات الكبيرة، مباشرة إلى هذه الأسماء الكبيرة التي ياما وياما وياما سطرت حروفها من ذهب، أقلهن 6 أعوام من الإنجازات المستمرة. مباشرة إلى المركز الأول والصدارة، حشيمة في موقع الحشمة، حشيمة في موقع الصدارة، حشيمة في موقع القيادة، حشيمة مع المركز الأول. سعيد بن محمد بن دري المنصوري مع المركز الأول، الله، بينما الدور دور المركز الثاني. الله الله الله، هنالك وصول من بن صغان أحمد بن محمد بوعوانة المنصوري الواصل والمنطلق مع هذه الأسماء كبيرة. الدور دور المركز الثالث، النقلة إلى الشاهينية لهلال بن سعيد بن هلال الظاهري مع المركز الآن الثالث وفي المركز الرابع، الوصول من وبرة لحمد بن سلالم بن سليم الاكتبي مع المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما بدوري أنتقل إلى المركز الخامس، الوصول من الشرود، الحاضرة والمنطلقة للسيد عمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي مع المركز الآن الخامس، والدور دور المركز السادس. يا مرحبا بندى وبهذه الأسماء الكبيرة، علي بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري الحاضر مع ندى، بينما الاسم الآخر والزاوية الأخرى وما تحمله لنا من مفاجآت، الدخول من سلهودة محمد بن حمد بن سهيل الشامسي الحاضر والمنطلق مع هذه الأسماء. يا لها من شعارات كبيرة، شواهين محمد بن علي بن وديمة العامري على المرتبة السابعة والمركز الثامن، هنالك نجوم نجوم صباحية في شوط النجوم لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري، وانطلاق رائع ومميز. الزاوية الأخرى وما تحمله لنا من مفاجآت، الله، هنالك سمحة على المركز التاسع، سمحة وتعود ملكية سمحة للسيد شامس بن عتيق بن شامس العامري المتابع لهذا الاسم الكبير، بينما الدخول هنالك أيضا من كحال سعيد بن غلام بن موسى البلوشي مع المركز الآن العاشر. هذه هي المراكز المتقدمة، هذه هي الأسماء الكبيرة، هذه هي الأسماء العملاقة، ولكن 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 ماذا بعد العشر؟ إنها أسماء ثقيلة، ثقلها كثقل الأسماء المنطلقة. الله 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 الله، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، العودة إلى المقدمة، إلى بنت صغان، إلى بنت صغان، إلى المعركة الكبيرة، إلى هذا الاسم الكبير، إلى هذا الاسم العملاق، إلى هذا الاسم الكبير. إنها بنت صغان للسيد أحمد بن محمد بعوانه المنصوري مع المركز الأول، تبحث عن الفوز
الفوز وعن النصر. المركز الثاني من الزاوية الأخرى إنها حشيمة في موقع الراقي أيضا مع المركز الآن الثاني سعيد بن محمد بن دري المنصوري. ولكن الشرود وصلت الشرود وصلت الشرود وتنتقل من مركز إلى مركز ومرتبتها الآن في المركز الثاني إنها الشرود عمر بن راشد بن محمد الخيلي. الوصول أيضا من شعار راعي سمحة شامس بن عتيق بن شامس العامري وعزيز اليحافي هو يتابع هذا الاسم والشعار الكبير. الزاوية الأخرى والمفاجآت القادمة أيضا مع هذه الأسماء مع هذه الشعارات مع هذه الأسماء إنها وبرة وبرة يا وبرة الله لحمد بن سالم بسريم الاكتبي مع المركز الآن. المركز الخامس والمركز السادس مشاهدينا الأعزاء نجوم لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري الواصل مع هذه النجوم. والمركز السابع المركز السابع شواهين محمد بن علي بن وديمة العامري. المركز الثامن شعار البلوشي بدأ يتدخل بقوة بدأ ينافس بقوة اكحال سعيد بن غلام بن موسى البلوشي الحاضر والمنطلق وكذلك الأسماء المنضمة سلهود محمد بن حمد بسهيل الشامسي الحاضر والمنطلق مع القوة ومع الإثارة. ويا لها من أسماء ويا لها من شعارات. والمركز هنالك العاشر مع الشاهنية الشاهنية لهلال بن سعيد بن هلال الظاهري الظاهري الله 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 الله. هذه هي الأسماء هذه هي الشعارات هذه هي الأسماء المنطلقة هذه هي الشعارات المتقدمة العشرة الأولى والصدارة والعودة العودة 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 إلى أبو عوانة العودة إلى المنصوري العودة للاسم الذي انتصر إلى مقدمة الشوط حتى هذه اللحظات في هذه القيادة وفي هذه السيطرة. 3.5 كيلومترات يا أخواني ما تبقى من عمر هذا الشوط عن الناموس الصباحي عن شوط المحليات الأول. النقطة الأولى نقطة الضباب إلى أين تغادر؟ الله يا بن صغان الله يا ابو عوانه الله يا المنصوري الله يا الشرود على المركز الثاني. الاسم الكبير ايضا لعمر بن راشد بن محمد الخيلي مع المركز الثاني والمركز الثالث مشاهدينا متابعينا الاعزاء انها وبره حمد بن سالم بن سليم الاكتبي مع المركز الان الثالث. والمركز الرابع مشاهدينا الاعزاء انها حشيمه سعيد بن محمد بن دري المنصوري مع المركز الان الرابع. وفي المركز الخامس الدخول من نجوم لسعاده صالح بن محمد بن نصر العامري والتحديات وشعار بن معتوق من الزاوية الأخرى وهذا الشعار الذي دائما ينافس هذا هو حاضر بقوة هذا هو يتدخل مع سمحة شامس بن عتيق بن شامس العامري وكذلك الدخول من قبل الشرود ومن قبل كحال لسعيد بن غلام بن موسى البلوشي وتدخل أيضا من شعار جديد دخل بقوة ودخل وأيضا ينافس بقوة وبشراسة الله إنها ندى علي بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. والأسماء القادمة والشعارات القادمة والأسماء المنتصرة الله الله. المركز التاسع الدخول من قبل شواهين محمد بن وديمة العامري والدخول أيضا مصيحة محمد بن علي بن يمعة الرميثي وإذاعة أيضا لهذا الاسم في أوله مع هذا التدخل الكبير وشعارات بدأت تتدخل مع جمرة دخولها رائع ومميز حتى لو أن ذعنا العشر. هذه هي جمرة تدخل من الرقم 11 وتنتقل إلى المرتبة 9 أو 8. إنه دخول سريع إنه نداء الخير إنها التحية لجمرة زايد بن عبد الله أبو حميد المزروعي. والأسماء القادمة إلى المقدمة أعود الله 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 الله. المقدمة هو الصدارة القوة والصدارة. يبدو أن الشرود الشرود
الشرود اللي غيرت الأمور في زود. الشرود الشرود وهي تمشي في زود وفي خير. هذا هو بن سبت، هذا هو عمر الخيلي، هذا هو هذا هو يسيطر على مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام، الشرود عمر بن راشد بن محمد الخيلي مع المركز الأول. المركز الثاني الله إنها حشيمة سعيد بن محمد بن دري المنصوري. المركز الثالث يا سلام نجوم لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري الله، وهذه الأسماء سمحة. مع المركز الآن الرابع أيها الأخوة الكرام سمحة لشامس بن عتيج بن شامس العامري. والمركز القادم المتدخل بقوة إنها وبر حمد بن سالم بن سري ملك تبي. يا سلام يا سلام، وصلت ندى علي بن غالم بن علي بن حمودة الظاهري. الحقيقة أسماء تخوف قادمة وأسماء كبيرة ذاتها في ستة المراكز الأولى الكبيرة. وصلت هملولة، وصلت هملولة، وصلت الضيفة، وصل بن قريع، وصلت الخطورة. الله 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 الله، أسماء تخوف، أسماء كبيرة، أسماء تاريخية، أسماء حصدت النواميس، أسماء مطلعة بالزعفران وعلى رأسها الجودة تشاركنا في هذا الشوط الكبير. في الشوط الأول للمحليات، أين الناموس يغادر؟ أي حدود تستقبله؟ أي عزبة تتشرف بهذا الناموس؟ الله الله الله، هنالك بالنصرة. يا الله يا مبارك، يا الله يا مبارك، يا سلام يا سلام يا سلام. نجوم 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 لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري مع المركز الأول. وصلت هنالك التغييرات المبهرة، حمد بن سالم بن سليم. الله يا سلام. والمركز الثالث الدخول الكبير من هملولة علي بن محمد بن حمد بن قريع المري. عادت مرة أخرى، عادت مرة أخرى، هنالك حشيمة سعيد بن محمد بن دري المنصوري صاحبة الحشمة دائما وأبدا. وكذلك الشرود عمر بن راشد، عمر بن راشد بن سبت الخيالي. يا سلام يا سلام يا سلام، بسم الله ما شاء الله. هذه هي، هذه هي نجوم، نجوم وبرة وبرة، نجوم نجوم صباحية، قمر صباحي ساطع. سلام بالنصر، سلام سلام التحدي، سلام سلام الفوز، سلام. هذه هي العوايد، هذه هي الذكريات الجميلة. صباح الخير يا بالنصرة، صباح الخير يا العين، صباح الخير وتحية كبيرة لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري على فوز نجوم بالمركز الأول. نجوم 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 نجوم، عز الله النجوم بكبرة ما شاء الله. مع هذا الفوز الكبير، مع هذا الانتصار الراقي مشاهدينا متابعينا الأعزاء، المركز الثاني وبر حمد بن سالم بن سري ملك تبي. المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء سمحه لشامس بن عتيق بن شامس العامري. المركز الرابع حشيمه لسعيد بن محمد بن دري المنصوري. المركز الخامس الشرود للسيد عمر بن راشد بن محمد الخيلي. هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، راينا القوه، راينا التحديات، راينا الفوز، راينا الانتصار. ملخص الشوط وبدايه الانطلاقه والقوه والتحديات، ورأينا نجوم ماذا فعلت وماذا تركت، ورأينا كذلك الأسماء المنافسة. الرحلة 8 كيلومترات وتوقيتها الزمني مع الإعادة، أتمنى تكون سريعة. الشوط انطلق من مخرجنا العزيز. هذه لحظات الإعادة، هذه لحظات احتضان المركز الأول. ما شاء الله ما شاء الله، توقيت رائع ومميز مشاهدينا الأعزاء. 12 دقيقة 39 وتسعة أجزاء من الثواني توقيت المركز الأول نجوم لسعادة صالح محمد بن نصر العامري. والمركز الثاني كان من نصيب وبر حمد بن سالم بن سريم الاكتبي. 12:42 خمسة أجزاء من الثواني، ما شاء الله أيضا قدمت عرض تشكر عليه. والمركز الثالث أيضا التحية الكبيرة لهذا الاسم الكبير لسمحة شامس بن عتيق بن شامس العامري، وتوقيت 12:44 وفاء وتماما. الشكر موصول أيضا لعزيز وكافة الإخوان المرافقين لهذه الأسماء الكبيرة. هكذا تنتهي قصة الجولة، بداية الجولة الأولى وقصة المحليات، وينطلق شوط هام ومهم، وهو شوط أيضا الأول الحساس الكبير لشوط المهجنات. والزميل أيضا حمدان اللي حافي يتفضل بوصف وتعليق الشوط القادم.